خير الديوان. يلا شايل شايل. الو زهرة؟ انا مو زهرة، زهرة راحت لعند اهلها. لا ما عندهم تليفون بالبيت. انا غادة اخت جوزة بديا. هلا بخلي بديا وجوزها يعطيكم العنوان، انا ما بعرفه. فصل الخط. لك تاعي لسه بتلعي على التليفون. مين كان؟ واحد بده زهرة، قلت له راحت لعند اهلها. شو بده منا؟ ما بعرف، طلب العنوان، قلت له لا بدي بيعطيك اياه، عم فصل الخط. شفتوا انه ماني غلطان انا؟ لسه بيقول لي مو غلطان. هلا اذا حدا افترى على مرتك بتكون حضرتك مو غلطان. لك لا حدا افترى ولا شيء، لو ما بده زهرة اصلا كان تحكش بغادة حتما. بخلع رقبته ورقبتك. لك يا جماعة لازم نتأكد من الموضوع، ما بصير هيك نظلم زهرة. ايه بدنا نتأكد بعد ما يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. روحي شوفي مين. روحي. ايه جاي جاي. الو؟ ايه انا غادة، مين حضرتك؟ مين فارس؟ خلاص ولا؟ مين هاد؟ نفسه اللي اتصل قبل شوي، بس هالمرة ما بده زهرة، قال بده يعني. منين بيعرفك؟ شو بيعرفني؟ أول مرة بسمع صوته. شو بيعرفك ما هيك؟ بلا تلفيق، شو ما بتعرف مرتك؟ ياما تحت السواهي دواهي. شفي شو هالحكي، انت بتشك فيني؟ طبعا انا كل نهار عم بق الدم ورا التركسيون وانت هون دايره لا حسيب ولا رقيب. لك شلون لا حسيب ولا رقيب؟ شو خيال صحره قاعده انا هون طول النهار قاعده فوق راسك ليل نهار ليل نهار. اصلا اذا بيكون في شيء بتكون اتعلمته منك انت. انا ما بسمح لك تلزم حدا. وليش ما بتسمح لي؟ ولا انت بحق لك تتهم مرتك وانا ما بحق لي؟ لسه ما عندك دليل. لا عندي نفس الدليل تبعك. شو هو؟ قلبي، انا قلبي دليلي. وعم تغنيها كمان.